صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل محبيها. صباح جميل، صباح سعيد، ربنا يجعله صباح حلو علينا كلنا، ودايما نكون كل خير وكل سعادة. حقيقة النهاردة يوم جميل، يوم الأحد، وهم الأيام المحببة دايما ليا. يوم الحد ده يوم بيبقى كله طعم ومذاق، ونتمنى إن يكون فيه خير وسعادة. النهاردة الحد 20 نوفمبر، وربنا يجعل هذا اليوم يوم سعيد. اليوم 11 من الشهر المبارك هطور، أحسن الله استقباله علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخوتي، آمين. زي النهاردة تنيحت القديسة البارة التقية حنة، والدة السيدة العذراء القديسة مريم، وكانت الصديقة ابنة بمسان ابن لاوي ابن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مريم من سبط يهوذا. وكان لمسان ده 3 بنات، الأولى مريم باسم أمها وهي أم سالومي القابلة، والتانية صوفيا أم أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان، والتالتة هي القديسة حنة زوجة الصديق يواقيم من سبط يهوذا، ووالدة السيدة العذراء القديسة مريم أم مخلص العالم. بذلك تكون السيدة الباتول وسالومي وإيلا إيصابات بنات خالات العذراء أم النور. وإن كنا لا نعلم عن هذه الصديقة شيئا يذكر، إلا أن اختيارها لتكون أما لوالدة الإله بالجسد لها هو دليل على ما كان لها من الفضائل والتقوى، والتي ميزتها عن غيرها من النساء حتى نالت هذه النعمة العظيمة. وإذا كانت عاقر كانت تتوسل إلى الله أن ينزع عنها هذا العار، إداها ابنة جميلة وهي قرة عينيها وهي قرة عين كل البشر، وهي العذراء مريم أم مخلص العالم، ويا رب تكون شفاعتها تكون معنا، آمين. وكمان في مثل هذا اليوم تذكار استشهاد القديس ميخائيل الراهب، صلواته تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهد القديس أرشالوس أو أرشلاوس وليشع القس. في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس أرشلاوس وتذكار أليشع القمص، صلاتهما تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. يعني أنا مش عايز أقول إني دايما صباحنا يكون صباح سعيد، ويا رب دايما بتكون أخبارنا سعيدة بالنسبة لكم، وربنا يحافظ عليكم ودايما تكونوا بخير وسعادة.